شكرا الفنانة الجميلة الرائعة سميرة دنيا على هذا الأداء لهذه الأغنية الجميلة والمتميزة. طبعا كلنا عارفين موجة برد يعني يمكن هي في كل أنحاء أو ضربت يعني تجتاح كل أنحاء البلاد، وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة أكثر، وناس تحاول تعمل حسابها بالأخص الأطفال. لكن لمزيد من التفاصيل والمعلومات معنا عبر خط الهاتف الأستاذ حسن محمد حسن الدومة، رئيس الجمعية السودانية للرصاد الجوي أو للرصاد الجوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن محمد حسن. صباح الخير أستاذ حسن. ألو أستاذ حسن، هيكون معنا عبر خط الهاتف عشان ما نقدر نتعرف على بعض التفاصيل عن هذه الموجة التي تجتاح البلاد، وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة أكثر، وكل هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والناس تحاول تعمل حسابها بصورة كبيرة جدا في البرد، خاصة الأطفال واللي بيكونوا متوجهين للمدارس يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أستاذ حسن، صباح الخير عليك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يخليك. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. استاذ حسن، يمكن يعني هذا العام تأخر الشتاء، يعني ما سبب هذا التغيير؟ يعني عادة الشتاء مع نهاية 12 خلاص دخول شهر يناير بيكون تغيير في الأجواء بسيط، يعني ما بين برودة ما بين أجواء ربيعية رائعة، لكن هذا العام يمكن تأخر وشهر واحد الآن يعني البرد يزداد وتوقعات بانخفاض درجة الحرارة، ما سبب هذا التغيير؟ أول حاجة شهر واحد هو قمة البرد، يعني دائما البرد ما نحن نقول شهر واحد شهر دائم، قمة البرد دائما في شهر واحد. النصف الثاني من شهر 12 ديسمبر يعتبر برد بارد جدا، ولذلك التغيرات اللي تتم في 10 أيام إلى أسبوعين هي في المدى الطبيعي، أنه يعني تتأخر تحديد أسبوعين أو تتقدم تحديد أسبوعين. ولذلك موجة البرد الآن قد تكون نفس في بعض الأوقات حسب أنها برد شديد، ولكن هو في حدود موسم البرد، يعني في قمة موسم البرد. نعم، لأنه عادة شهر واحد يعني يكون بهذه البرودة القاسية، يعني هذا العام مختلف تماما. يعني ما الجديد في شتاء هذا العام أستاذ حسن؟ نحن تقريبا إلى الآن لا نعتبر أن هذه الظاهرة الشاذة، يعني الايام اللي فاتت مثلا في الخرطوم ما حسوا ببرد شديد، لكن في الشماليه وفي غرب السودان كان في برد شديد في معظم شهر 12. يبقى اذا الظاهره في حدود الظواهر الطبيعيه اللي بتحدث لوحدها. صحيح اليومين هذه نحن من حوالي 3-4 ايام في برد، بحيث ان درجه الحراره صارت اقل من المعدل الطبيعي حقها، ولكن الناس تتذكر قبل حوالي 4-5 سنوات نحن في منطقة وادي حلفة كان عندنا درجة الحرارة ما تقارب الصفر في نفس الفترة في شهر واحد. يبقى التغيرات هي إلى الآن في حدود التغيرات الطبيعية. نعم. طيب أستاذ حسن، يعني موجة البرد هتستمر كم يوم؟ يعني توقع كم يوم لهذه الموجة يعني؟ طبعا الجهه المسؤوله عن اصدار التوقعات الجويه هي الهيئه العامه للامطار الجويه، هذه واحده لازم نامن عليها. والتوقعات اللي صادره من الهيئه العامه للامطار الجويه تشير الى ان هذا الاسبوع والاسبوع اللي جاي، يعني نحن في حدود اسبوعين تقريبا، درجات الحراره سوف تكون اقل من المعدلات الطبيعيه حقتها. يعني اذا كان درجه الحراره اليوم الشهري واحد درجة الحرارة في الفجر تحدود 10 درجات، هذه الأيام درجة الحرارة سوف تكون أقل من ذلك، خاصة في المناطق الشمالية من السودان، بنقلة ووادي حلفة ومناطق شمال دارفور زي الفاشل، درجة الحرارة فيها ممكن تصل إلى حدود 6-7 أحيانا إلى 5 درجات خلال الأسبوعين القادمين. والناس تستعد أو تهيئ نفسها على أنه درجات الحرارة حتكون أقل من المعدلات. في منطقة الخرطوم برضه درجة الحرارة حتكون أقل من المعدل، وبالتالي في معظم النواحي الثانية من السودان، و بعد الأسبوعين تبدأ درجات الحرارة في الاتساع التدريجي. نعم، طيب طيب. لكن نقطة مهمة جدا. موجات البرد لا تستمر بصورة مضطربة، يعني لابد أن يكون في يوم يومين ثلاث دفء شوية ثم ثاني
تعاود الانخفاض. نعم. طيب ما هي النصائح والارشادات العامة يعني ممكن نحن نفيد بها كل الناس؟ دائما بالنسبة للبرد الشيء الطبيعي الناس يعني تهتم باللبس، واحد. الناس الأكثر عرضة للتأثر بالبرد الناس الكبار في السن والأطفال الصغار. نعم. الناس تعمل لهم برنامج لبس معين ووجود في البيت، جدولة الأنشطة، يعني الواحد إذا بيكون وقت طويل في خارج البيت أحسن يكون دائما في مكان دافئ، إذا كان عندنا مناسبات ولا كده تكون برضه نعملها في الأوقات المناسبة للبرودات البرد الشديدة. ثم كانت الظاهرة يا جماعة لابد أنا أشير إلى الكلام اللي ذكر في بعض وسائط الميديا إنه في ثلوج، ما فيش ثلوج يعني، الحاجة أكد عليها إنه ما في خطور لثلوج في وادي حلفا أو جنجلة أو في الشمال. نعم. دي واحدة من الحاجات اللي الناس تكون عارفاها وبالتالي ما في خوف من الثلوج. نعم، إحنا كمان كنا عايزين نتأكد من المعلومة الصحيحة والدقيقة حتى يطمئن المشاهد الكريم. شكرا أستاذ حسن محمد حسن الدوما رئيس الجمعية السودانية للرصاد الجوي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. ونتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وكما يعني تم التوضيح بين المرجات هيكون في انخفاض درجات الحراره لكن ليست بذات الخطوره المتوقعه واللي يعني دايره على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس تعمل حسابها تهتم بنفسها بصوره اكبر.